هرجع تاني للنقطة اللي انت اتكلمت عليها، مدينة الفنون والثقافة. احنا عندنا مشكلة كبيرة في مصر كانت العلاقة المختلة بين المكان والسكان، بينما بنعيش على مساحة ورقعة معينة كادت الكثافة السكانية تشيل حركة القاهرة الكبرى. ان يجي فكر جديد يعيد صياغة شكل العاصمة لإيجاد عاصمة جديدة خارج القاهرة، ويعمل التفريغ سكاني ويبدأ يعمل حاجة اسمها الشريط الأخضر في العاصمة الجديدة اللي هو النهر الأخضر، وبعدين يبني بطرق متسعة جدا. انت زرت العاصمة؟ رحت، انا عامل فيها الجامعة الجديدة بتاعتي، بعمل فيها جامعة اسمها جامعة العاصمة. الله، دي خبر جيد ده. شوف هقول لحضرتك الحاجة، انا مؤمن قوي قوي باللي بيعمله الرئيس، واخد بالك ازاي، في إعادة العلاقة المختلة بين المكان والسكان. مش بس على فكرة في العاصمة الجديدة، لما تشوف حضرتك العاصمة الجديدة بنت على أحدث المدن الحديثة اللي بتبني في الخارج، العلاقة بين الكتلة والفراغ واضحة في العاصمة الجديدة جدا. تلاقي حجم الفراغ قد ايه. ورحت مدينة الفنون؟ ورحت مدينة الفنون وعشان انا ما شفتش، بحكي لا بقى. ده ضروري حضرتك تروح تتفرج عليها. بص هقول لك على حاجة، هذا الرجل بيبدع ذاته الآن، لكن خليني أقول لك بأمانة، الإعلام ما بيعرفش يسوق أنا معك لفكر هذا الرجل. أنت عارف ولا بيعرف يسوق للإنجاز اللي بيحدث في بلدنا حقيقي. على فكرة مش بس في العاصمة الجديدة يا فندم، روح اتفرج على الجلالة الجديدة، مدينة الجلالة، روح اتفرج على مدينة العالمين في الساحل الشمالي، بينشأ مدن حقيقية لإقامة حياة سكانية حياتية يستطيع يعيشها ليه الإنسان المصري، بعد ما الإنسان المصري كان عايش في حيز ضيق بيبدأ يوسع الرقعة السكانية بتاعته، بيبقى إذن بيحل الخريطة السكانية من جديد وبيعالج العلاقة المختلة بين المكان والسكان. هذا أنا بقول لك سيسجل التاريخ للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هذا هو الرجل الذي أبدع في هذه النقطة لإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر. لان كمان مش بس الجلاله ومش بس العالمين ولا بس العاصمه الجديده، ده كل عاصمه من العواصم الكبيره، اسيوط ونجع حماد، كل العواصم الكبيره دي، المنصوره الجديده، الدمياط الجديده، بقى كل مدينه عمل لها عمق جغرافي اخر واوجد لها مدينه جديده. وفي الاربع جامعات اللي انا فيهم غير الجامعات اللي هي الجلاله وفي العالمين والمنصوره الجديده وسلمان. اذا بس هو لابد اننا يعني ايه نسوق هذه الافكار للمجتمع عشان يعرفوا، نحفز جوه الناس امال بجد، امال حقيقيه. مش كل حاجه الانسان يصاب فيها بايه؟ باحباط. لابد اننا نولع اشعاع جديد ونور جديد للناس انها تبدا تهتدي. ودي على قيمه الاعلام وقيمه الناس المثقفين اللي بيقول تقال عليهم نخبه. لا بنسمع حد يتكلم على الكلام ده. يعني احنا واحنا بنتكلم النهارده حضرتك، شوف اول ما اثرت في الحديث انت معجب بقياده رشيده استطاعت ان تبني عاصمه جديده، واخترت فيها الجزء المهم مدينه الفنون والثقافه. وانا والله احييك اولا على هذا الاختيار، احييك على انك اعرجت على هذا الموضوع، لان ده موضوع مهم جدا جدا. لا اصلا عملت ايه يا دكتور كمان؟ انا وجدت ان في الاثار الرئيس ايضا مهتم بالاثار جامد. فبقول للدكتور خالد العناني، يا دكتور خالد انت تفتحوا ثلاث متاحف في يوم والرئيس يعمل المتحف المصري الكبير يكمل الانجاز اللي بدأه فرح حسني وانا معاه، ومتحف الحضارة اللي موكب بومياط هيطلع منه هيقلب العالم كله في بداية ديسمبر الساعة 6 بالليل، القاهرة هتتفضى ويمشي هذا الموكب ويدخل كل بلد في الدنيا. الله، قلت له مفيش صحافة بتكتب غير كلمة كده. فقمت فكلمت صديقي الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وقلت له أنا عايز أكتب صفحة، فكتبت صفحة كاملة الأسبوع اللي فات، شرحت فيها إن دي إنجازات جميلة لابد أن نفخر بيها، ودي إنجازات ما بتطلعش من المحلية للعالمية. ليه العالم كله ما يعرفش إن إحنا بنعمل الحاجات دي؟ طلعت أول سفرية من الكورونا، رحت روما في الأكاديمية، الدكتورة هبة يوسف بتعمل افتتاح للموسم الثقافي، كلمت الدكتورة إناس عبد الدايم، رحت كان أول إعلان عن ما يحدث في مصر من إنجازات في مجال الثقافة والتراث. تمام. شوف أنا هقول لحضرتك الحاجة،
دي ميزة الإنسان يبدع ذاته. شفت النهاردة فتحت مواضيع كثيرة كلها مواضيع لها قيمة ولها وزن، والحمد لله إن بلدنا يعني فيها بوتنشال جامد جدا، فيها ميزات نسبية والله العظيم يا دكتور زاهي. لو تحولت هذه الميزات النسبية إلى قدرات تنافسية لأصبحت مصر من أغنى دول العالم. هو في دولة في الدنيا في العالم يحصل لها ما يحدث في مصر وتقوم في كل العصور من 5000 سنة؟ يعني تخيل في العصر الفرعوني حصل فيه هزة استمرت مدة طويلة جدا. وطول عمر اللي بينقذ مصر بقى الجيش. تخيل في جميع مراحل الظلام اللي بيحدث في عصور الاضمحلال تلاقي الجيش هو اللي قام عشان يرجع مصر تاني. صحيح. فأي دولة في الدنيا يحصل لها اللي حصل لنا حتى في 2011 شفت رجعنا تاني بقينا دولة قوية جدا. صحيح. عكس أي دولة تانية واللي حصل الحمد لله. فده من فضل ربنا إن عندنا رجال محترمين بيخافوا على البلد وبينقذوا البلد من الظلام ومن الإرهاب السيء اللي هو بيحاول يدمر هذا المجتمع. شوف يا دكتور زاهي، لو لم يفعل الرئيس السيسي والجيش المصري غير إنقاذ مصر في 30/6 من التقسيم اللي كان مخطط ليه في الشرق الأوسط الجديد لسجل له التاريخ هذه البطولة الحقيقة. ما بالك بقى ما فعلوا أشياء كثيرة جدا في إعادة العلاقة المختلة بين المكان والسكان، العاصمة الجديدة، العاصمة الاقتصادية، استاد رياضي كبير جدا بيبدأ تشتغل دلوقتي، وبعدين نهيك عن إيه؟ إعادة الاستقرار إلى الأمة، أن يعيد الدولة من لا دولة إلى دولة. حقيقة. مسألة كانت الحقيقة يعني أنا عايز أقول إن إحنا وبعدين عشان تعرف الحقيقة أن الاقتصاد كاد أن ينهار في مصر في وقت من الأوقات لولا أنه دخل بمشرط جراح وعالج تراكمات جديدة كبيرة جدا جدا في مشاكل اقتصادية. الدعم اللي ما كانش بيروح لمستحقيه، في أشياء كتيرة تمت معالجتها حتى تكون حركة آليات السوق هي الحركة السائدة. طبعا ما بنقولش في حاجات كتيرة سلاسة، لكن هذا الرجل يسير بخطوات واسعة، بس على الناس انها تستنهض بقية الناس تشتغل وتستنهض بقية المؤسسات تقوم بدورها، مش بس الجيش، لان الجيش لوحده لا يستطيع ان يبني، هو يعيد بناء أمة لكن لا يستطيع ان يستكمل مسيرة بناء. حقيقة. وده مسيرة البناء لابد ان تستكمل بكل مؤسسات الدولة، وكل على قدر طاقتي مش على قدر حاجاتي، لان هو ده اللي احنا بنتطلع اليه في الفترة الجاية دي ان شاء الله. بإذن الله. وانا متأكد ان في ظل قيادة يعني واعية حكيمة وطنية، متأكد ان احنا هنمشي خطوات واسعة بإذن الله في المرحلة الجاية، وانا متفائلين جدا على فكرة بالمرحلة اللي جاية ان شاء الله. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضمنت مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط، حيث يتم إنشاء مدينة الفنون والثقافة وفقا لأعلى المواصفات الفنية العالمية وأرقى التصميمات المعمارية، والتي ستكون بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة، وستقام على مساحة حوالي 127 فدان، كما ستضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة وصالات السينما والأوركسترا الموسيقية وبيت العود والمكتبات والمتاحف مثل متحف العاصمة ومتحف الفن والمعارض الفنية لكافة أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة. بالإضافة إلى الغابة الشجرية ومسرح مفتوح يسع لحوالي 20,000 متفرج، ومسجد يسع لقرابة 600 مصلي، وغيرها من المباني الخدمية. كما تفقد السيد الرئيس دار الأوبرا الجديدة التي تعد جزءا أساسيا من مدينة الفنون والثقافة،
ومن المخطط لها أن تكون أكبر دهر للأوبرا في الشرق الأوسط. نعود إلى الدكتور زاهي حواس. مين الناس اللي أثرت في شخصية الدكتور زاهي حواس وعملت منه القامة والهامة العظيمة اللي احنا شايفينها؟ انت عارف يا دكتور حسن، أهم حاجة في حياة الإنسان إن هو لابد أن يقبل النصيحة. أنا ما بعمل حتى، أنا ساعات أكتب مقالة أديها لمساعد ليا تلميذ صغير يراجع حالي وأقول له قول لي لو في حاجة أخطاء ويقول لي حاجات أنا باخد بيها وأنا اللي بستفاد. فالحاجة المهمة جدا في حياة الإنسان إنه لازم يعرف إنه لازال مهما يعمل بتعلم. أنا نمرة واحد مهم جدا. والحاجة المهمة برضو في حياة الإنسان إن هو يعني أنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا إن أنا أبقى محاضر متفوق وليا اسم في العالم ومحاضرتي لها ثمن كبير، لكن رغم يمكن المحاضرة بقولها كتير، أبقى دكتور حسن قبل المحاضرة أبقى بترعش ولا أتكلم مع حد، أقول لهم قعدوني في أوضة لوحدي، أقعد في أوضة لوحدي أعمل مديتيشن أتأمل وابعد عن العالم ده وادخل الستيج في التصفيق، واول ما بتكلم بنسى بقى. لكن لو انا رحت مغرور وانا عامل نفسي فلان وهعمل، ما ينفعش. الله. لابد الانسان يعرف انه لازال تلميذ في محراب العلم، والعلم ده ماليش نهايه. صحيح. وانا شخصيا لا يعني لسه يعني 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 حتى انا لما بكتب كتاب وحد من تلامذتي ساعدني بكتب اقول تلميذي ده ساعدني في كذا وعامل معايا كذا. فانا في حياتي في الاول طبعا ابويا كان له فضل في حياتي في حكايه النصيحه دي. يعني انا عمري ما خفت درس. يعني شوف ايام 2011 وكل اللي بيحصل ده وانا اضحك عشان عارف ان لا يمكن انا في حياتي ما بعملش ربنا سبحانه وتعالى وفقنا نعمل الصح. وعمري ما خدت من حد حاجه. فنصيحه ابويا خلتني ابقى قوي. تمام. الحاجه الثانيه كان في استاذ في البلد اسمه الاستاذ محمد شطه. ابويا اتفق معاه قال له زاهي ده درس له. وانا في ابتدائي فضلت معاه في ابتدائي واعدادي يدرس لي حساب عربي تاريخ جغرافيا يدرس كل حاجه. كان كشكول، كان راجل عظيم. الراجل ده اثر فيا تاثير لا تتخيل. طلعت بقى في المرحله الجامعيه لقيت الدكتور جمال مختار. ده كان راجل رئيس هيئه الاثار. ولما ساب الاثار بقى من اعز اصحابي. لا يمكن يا دكتور حسن اعمل حاجه غير ما اساله واخد رايه واخد نصيحته، ونصيحته اخد بيها على طول. ونمره ثلاثه كان ليا استاذ في الجامعه في امريكا اسمه ديفيد اوكونر استرالي الاصل. الراجل ده كمان علمني صار كويس قوي، وتعلمت على ايديه 7 سنوات كان ليا بالنسبه لي ليه الفضل الكبير. لو انا بفهم شويه في الاثار هو كان ليه الفضل في ده. وبعد كده عندي برضو الاخير اللي هو مهم جدا بالنسبه لي هو السفير عبد الرؤوف الريدي. الله. ده راجل عظيم. عظيم. ده راجل عظيم وراجل شفاف جدا وقلبه ابيض. ولا يتكلم غير في الحق. يا سلام. ولا يقول لك غير راي الحق. يا سلام. فالناس دي كان لا زالت لها تاثير في حياتي. من اكثر الناس اللي اثروا فيا عبد الرؤوف الريدي ده برضو حقيقي. وهو جاي هنا بعد كده شخصيات في حياتي ان شاء الله. اي هو اللي جدول الديون. العلاقات المصريه كانت على الامريكيه على مستوى سيء جدا عملها.
الحاجات اللي بنعملها في مكتبه مبارك. يعني الراجل ده وهو سفير كان دايما جندي مجهول وهو سفير مصر في امريكا عمل انجازات لا تتخيلها. من خلالك ارجو ان انت تبرزها للناس عشان يعرفوا الجنود اللي هم خدموا البلد زي السفير عبد الرؤوف ريدي. دي شخصيه جميله. نعرج الى موقف خضك. اتخضيت وحسيت انك انت مخضوض فيه. يعني تصور انا اما تقول لي موقف خضك. يعني انا في الحياه العامه ما بتخضش. ليه؟ انا مسالم قوي. وما بدخلش معارك مع حد. وانا لا اكره حد في الدنيا. تمام. عمري فبنام عمري ما فضلت سهران ساعه. لكن الخضه اللي حصلت لي في حياتي وكان لها تاثير كبير في حياتي العلميه ان انا كنت بلاقي في مجموعه من الناس كانت بتقول الهرم ده بناه ناس جم من الفضاء ومش عارف ايه. اقعد انا اناظرهم مفيش، مش قادر. يعني عايز اجيب ادله للناس دي اقول بيها، لكن عندنا معلومات تاريخيه ممكن هم يدمروها دلوقتي. في عندنا حاجات مهمه. فكنت بدور في حياتي على مقابر العمال اللي بنوا الهرم. وحفرت وما لقيتش حاجه، وبقيت يعني امشي. على فكره انا يعني في حياتي ساعات احس ان انا مش عايش مع الناس. انا عايش مع الفراعنه في كل تصرفاتي. وانا باكل وانا قايم النوم، وانا عشان كده انا بشتغل 24 ساعه. انا حياتي ما فيش فيها 5 دقايق فاضيه، لان كل لحظه في حياتي بديها للناس دول. فعشت فيهم وجواهم وحبي وعشقي ليهم خلاني دايما اقول انا عايش في العالم ده، عالم بعيد عن الناس دي كلها. فكنت قاعد يوم في مكتبي في الهرم، وقاعد الدنيا كانت حر، مكتب مفيش نسمه هواء، وبفكر في الموضوع ده. فجالي شيخ الغفر محمد عبد الرازق، قال لي يا بينا فيه ست امريكيه راكبه حصان ووقفت على الحصان، رجل الحصان طلعت حته من طوب اللبن. طوب لبن. فرحت معاها. ساعه ما وقفت فوق الحته دي جالي خرسان. خرست. يا ساتر. مش عايز اعرف اتكلم. لان انا وجدت اللي انا بدور عليه. فجالي هلع. يعني خفت جالي حاجه. قعدت يجي نص ساعه واقف. بترعش. بتهز. جالي خضه. أيوة. من الكشف. أيوة. الراجل شيخ الغفر بقى يبص لي. وانا ما اتكلمش. هو مش عارف في دماغي ايه. في دماغي ان انا عملت اعظم كشف في تاريخ الدنيا. عمال البنهر. العمال اللي بنهر. الله 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 الله. فانا شفت الخضه لما اجي اقول لك خضيت في حياتي. ما اتخضتش. لكن بس يعني اما احكي لك حاجات بعيد عن الاثار. ما فيش اي خضه في حياتي اتخضت. صحيح. يعني ناس يعني اقول لك حاجه. مره كان في راجل كده قميء مش هجيب اسمه. وكان مأجر مننا محل في احد المتاحف. وانا حبيت اعمل لبلدي حاجه. الراجل ده ما كانش يدفع لنا اجر الايجار. فما عملنا مناقصه عشان اعمل محل ضخم لاحد المتاحف. اللجنه ما دخلتوش، وانا ما اعرفش ده في لجان عندي. فقام رفع عليا قضيه. القضيه دي تمت ايام الفتره بتاعه 2011. وبعدين ما اعرفش عمل ايه في المحامي بتاع الاثار، مش هقول لك يعني كلام. المهم قام واخد عليا حكم سنه سجن. يا خبر ابيض. والله. خلي بالك بقى. التت الناس بيتسجنوا بقى، بياخدوا الوزراء وبيسجنوه. وانا بقى اتكتب على التت بتاع التلفزيون. الحكم بحبس زي حواس لمده سنه. وانا اضحك. فمثلا يكلمني واحد، انت هتحبس. الحبس ده يا دكتور حسن بيبقى على الوظيفه. مش عليك كشخص. انا فاهم. واتعمل عليا الحبس ده 5 مرات في حياتي. لكن انت بتقدم مستندات وبتلغيه تاني يوم بس خلاص. لكن الحاجه بقى اللي في مصر كلها يقولك ايه، والراجل ده بقى عامل بقى كان ياجر صرف 10 مليون جنيه عليا.
عشان يسجنني. كان يأجر عيال في ميدان التحرير يعملوا يفط زي حواس حرام اثار، عمل ضد اللي ما يتعملش. وانا عمري ما حطيته في دماغي ولا حتى وسامحته هو يعمل اللي عايز يعمله، لكن هو ما قدرش يعمل معايا حاجة عشان النصيحة بتاعت ابويا ما تحط صبعك تحت درس حد. الله الله الله. طيب خلينا نروح بقى ايه موقف وانت عايش في كل الخضام ده ولقيت نفسك يعني مشاعرك تأججت قوي وصابك حالة من العشق والحب. انا طبعا اما حد بيسألني السؤال ده فبهرب واتكلم بقى عن نفرتيتي وحب لها وعن الملك حتى فارس والحب للفراعنة والملكات والستات الفراعنة، فبحاول اهرب منها. لكن انا عايز اقول لك حاجة، يعني انا زي ما قلت لك الشخص الشرير اللي هو يعني يبقى عنده اللي هو بيجري ورا الحاجة ما تجيلوش الحاجة. لكن انت دايما لما تبقى عندك يعني تعفف في حاجات وتبقى تقيل في حياتك وما تجريش ورا حاجات معينة تلاقي الحاجات دي ممكن تتقرب لك نتيجة ان انت انسان كويس. الله. فده سبب مباشر في حب الناس يمكن ليا. يعني انا عامل جروب بنفسي ان انت تنضم لهذا الجروب اسمه الفرسان. فرسان وصديقك كل اصدقائنا موجودين فيه. كل اصدقائك هناك. صح. يعني اللي هو مراد. مراد من المؤسسين. انا عارف. فانا نفسي. مصطفى الفقي. فانا بتمنى ان انا ادعوك. ادعيني وانا اجي ان شاء الله يا سلام. تيجي هقول لك المكان. ماشي. وتيجي تتحدث لنا عن شغلك وعن حياتك. خلاص. تبقى انت المتحدث في اليوم ده. يا سلام ده شرف ليا. فالفرسان دي مجموعة جميلة جدا. انا عارف مجموعة هايلة كلها. انا عامل يعني قاسي في الحكم، ممنوع الكلام لا في السياسة ولا في الدين. أيوة. ولا في الكورة. ليه؟ احنا عندنا اهل وزمالك. فيتخلقوا مع بعض. صح. فبالتالي واللي بقى لو في واحد جاب سيرة الثلاث حاجات دول يكلف بعمل عزومة على حسابه يتكلفه فيها مبلغ هايل. وعامل بقى مجموعة تانية اسمها كليوباترا جروب. دول حوالي 25 سفير، ما فيش فيهم مصري غير انا والدكتور خالد العناني. لكن احنا بنستغل السفرة دول ان هم يفتتحوا في حضور، يفتحوا حضور متاحف، يدخلوا اكتشافات اثرية عشان يكتبوا لبلادهم واتكلموا عن جمال مصر. الله. فاحنا بنجتمع كنا قبل الكورونا في الشهر مرة او اتنين للجروب ده. فانا يعني حياتي بتلتقي دايما في الحب. تمام. والحب ده ما يجيش غير من انت ما تحب الناس. صحيح. عشان الناس تحبك.